رجعتنا وايد الى ايام الصبا. نعم. انا اذكر لما كنا اني هالمكان معناته ان احنا بنطلع برا السور، وبرا السور ما كان في شيء. كان اذكر منهم احنا صغار، احنا الحين نعتبر داخل السور، احنا الحين داخل السور، داخل السور. إيه؟ لما نطلع معانا كره القدم، احنا كنا صغار، بس كان اذكر مثلا اخوي علي، ابراهيم جمال، عبد الكريم اخوي، عبد النبي، هذول كلهم اكبر منك سنة. اكبر مني اي. نعم. الدالوي، محمد القطان، محمد خضير ابو مصعب، عبد المطلب الكاظمي، عباس الشمالي. عبد المطلب الكاظمي الوزير السابق. نعم نعم. نعم. الوزير السابق. تطلعون هني، كانوا يطلعون هني، هم يطلعون، احنا صغار. نعم. وياهم. نعم. وكنا نشوفهم يلعبون كره، فمستانسين واحنا صغار. القصه ان طالعين برا السور، بعدين كنا نطلع بسيارات الى حديقه سلوى، حديقه الحيوانات، اول حديقه حيوانات في الكويت كانت بمنطقه سلوى، فيطلعونا. أو كانت تعتبر رحلة يعني. إيه رحلة طبعاً، رحلة. نعم. يوم كامل. أو يودونا المنقف، كانت الكشتة هناك، طلعت البر تصير في الموقف، في المنقف، في المنقف. لما نطلع من نوصل هني نبدأ نصفق إحنا الصغار. أذكر الأنشودة اللي كنا نقولها، طلعنا من باب السور بيرقنا بيرق منصور. صارت أنشودة يعني. أنشودة على طول، ونستانسين لأن بهجة إنك أنت قاعد تطلع من السور، وكأن شيء يعني طالع من برا الكويت. فالحقيقة كانت من أمتع الأيام اللي يقولوا لنا يلا بنكشت، أو يلا ودونا نلعب كرة قدم، أو نشوف طبعا كرة القدم. خلينا نكمل حديثنا داخل. ايه خلينا ندخل داخل السور. ايه تفضل. حسين، احنا الحين دشينا داخل السور، هل لا زالت هناك ذكريات حاضره في ذهنك؟ يعني احنا الحين عند واحده من هالبوابات. نعم. يعني اكو بوابتين احنا. نعم. واحد عند واحده. نعم. منها هذه استاذ عمار، هاي بوابه الخروج، يعني السيارات كانت تدخل داخل السور. هاي الخروج من الكويت الأول. هذا الدخول من الكويت. نعم. يعني الشارع كان هني، احنا وسط الشارع. نعم. احنا واقفين ايه وسط الشارع ودخول الكويت. اي نعم. هاي الشارع اللي تشوفه الان الجديد هذا بعدين. نعم. حوطوا السور وسووا الشارع رايح جاي، انما البوابتين هذه واحد منهم شارع رايح طالع خارج السور، واحد منهم اللي احنا فيه شارع داخل الى السور. السيارات كانت تدخل. اي نعم. اي نعم. طيب حسين، يعني الحين لما يعني واحد يستحضر هذا يعني المعلم التاريخي، قال يعني في التاريخ بان سور الكويت فتره، يعني الفتره اللي استغرقها في البناء كانت فتره قياسيه جدا، يعني هل هذا؟ نعم صحيح؟ نعم طبعا. شنو دلالته يعني؟ اي طبعا. قبل هذا السور هو السور الثالث. احنا بني في الكويت ثلاث اسوار، السور الاول، السور الثاني، هذا السور الثالث اللي هو بعد حرب الجهرة. فبالتالي لما شافوا الكويتيين، طبعا الجهرة صارت حرب الجهرة برا الكويت، فكان في خوف ان لا سمح الله قد يجين معتدين الى داخل الكويت، فطلع امر بان لازم الكويتيين يبنون السور حول مدينتهم. اذكر انا الحين السالفة كلها من عم اسماعيل جمال الله يرحمه، هو اللي يسولف لنا دائما، يسولف لنا على الموضوع. يقول فتجمعوا الكويتيين، طبعا مقرار من الحكومة بأن تعالوا ابنوا السور، السور الثالث على دور مدار الكويت. فالكويتيين توزعوا حسب الفرجان، حسب المناطق، كل واحد يبني القطعة اللي ينفريجه. فينادون الأساتذة، الأستاذ اللي هو كان رئيس البنائين، فينادي المواطنين. وأذكر أنه كان يقول لنا برمضان، شهر رمضان المبارك، فطبعا الناس صيام وأيامها حار، فكانوا على كلامه يقيلون بالنهار، يحطون الطين والماء وكذا يقيلونه، ايون بالليل عقب الافطار ايون عاد يبنون السور. فكل مجموعه من الكويتيين بنت جزء من السور. فهذه في الحقيقه يعني بنوها بالفعل في وقت يعني قياسي، يمكن خلال شهر بنوا هذا السور الكبير اللي الحين نشوفه. طيب الحين يعني انت لما تذكر هذه المعلومه، قضيه ان هي. كل مجموعه او كل فريج او كل منطقه. نعم. كانوا. نعم. هم يعني اهل الفريج هم اللي يتولون. نعم. بناء جزء من هذا السور. نعم. يعني هذا دليل على ان تقريبا كل فئات المجتمع شاركت في بناء هذا ما في السور. يعني هذا شو دلالته؟ هاي دلالته بان الكويتيين من الاصل كانت ايدهم متلاحمه، كانوا قلبهم على قلب واحد، وبالتالي كل القرارات اللي كانت تتخذ كانت شعبية. وهذه ميزة الكويت، يعني ميزة الكويت لما 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 اختاروا أهل الكويت صباح الأول، اختاروا على أساس أنه يحكم من خلال الشورى اللي بعدين تحولت بال61 من خلال الديمقراطية، من خلال الدستور. فالتعاون، التكافل، التآخي، هذا الآن من بنود الدستور. ليش جئت
ليش هذه القضايا اللي الآن تعتبر من حقوق الإنسان، تكافل المواطنين، تعاونهم، ما في فرق، كلهم سواسية، يات من خلال التلاحم الكويتي من الأصل. من الأصل من أيام الغوص الكويتيين كانوا إيد واحدة، كانوا يتعاونون، كانوا يتكاتفون. الرجال يطلعون برا بالغوص، الأهالي منو ساعات يساعدهم فيما بينهم الكويتيين. فلذلك الأعمال الخيرية، المشاريع الخيرية، الصدقات، الزكوات، الأخماس، كانت كلها هذه تقريبا من خلال التكافل والتعاون اللي كان يلمسه أهل الكويت فيما بينهم. وبالتالي يعني ومن ضمنها السور. نعم كان هذا من ضمنها السور، وحقق حقق الهدف من اللي نعم كان منشور. فلذلك لما دعوا الكويتيين إلى بناء السور كان أمر تلقائي ينسجم مع التكافل والتعاون اللي كانوا عارفينه. نعم. فيو وبنوا وتعاونوا والحمد لله، يعني صدوا الكويت. طبعا ما صارت هجمات على الكويت بعد ذلك، لكن كان يشكل حالة نفسية. هذا عامل احتياط، كان هذا عامل احتياط إنه يبنى هذا السور. فكان الآن السور إبقاء يعني هذه البوابات، هذه البوابة، بوابة الشامية، بوابة الجهرة، كان عبارة عن تجسيد لهذا التآخي، وهذا اللي نتمناه من الجيل الجديد. يعني أنا أشكركم أنكم يبتوننا في هذا المكان، في هذا الصر، يمكن من القلائل التلفزيونات اللي يجيبوننا ويخلونا نشرح هذا الموقع لأجيالنا الشابة الآن. أتمنى أن يعني تزيد هذه البرامج وهذه التوعية. احنا ان شاء الله نتمنى ايضا انها تزيد ان شاء الله دام انت معانا موجود. حياك راح نكمل معاك ابو حسين. ولكن يعني اللي طالع السور اليوم، طبعا السور معروف انه هو يعني بنائه كان من طين. من طين طبعا كان البناء. من طين، من طين في ذاك الوقت حقق الهدف ماله، على الرغم من انه كان بناء من طين. على الاقل بعض الاماكن طين وصخر، بس بعض البوابات، بعض الاماكن طين تبن. طين اليوم احنا اليوم قاعد نتكلم عن الكويت اليوم، شنو السور اللي ممكن احنا يعني نطلع له؟ يعني ذاك اللي كان من طين حقق أهدافه. اليوم ما أتوقع راح نبني له سور. والله هذا يعني سؤال جميل. إحنا بعد التحرير أيضا تداعى الكويتيين إلى بناء ما يشبه السور الرابع. طبعا هذا ما صار، ولكن كان مجرد إن محاولة بناء بيننا وبين صدام. أيامه كان العراق يحكم صدام. مثل الحفرة الكبيرة أو السور بيننا والحدود. طبعا تداعى الكويتيين إلى هذا الشيء، بس طبعا الآن الأجهزة الحديثة وال الأدوات الدفاعية الحديثة أخلت هذا السور اللي نبيه. إحنا السور المعنوي إن إحنا بالكويت محميين من خلال تآلفنا وتراحمنا. إحنا في الكويت عندنا يعني الدستور الكويتي وثق جانبين مهمين، وثق المادة الرابعة اللي هي إن الحكم وراثي في آل الصباح، في آل مبارك، في آل الصباح من ذرية مبارك. هذه متى طلعت؟ هذه طلعت من خلال اتفاقية مبارك مع بريطانيا 1899، اللي هو أراد طبعا أن تحمل الكويت من قبل البريطانيين وفي المقابل يكون الحكم في ذريته. هذه من 1899 تجسدت في المادة الرابعة من الدستور الكويتي. النقطة الثانية اللي هي إعطاء الكويتيين المبايعة لصباح الأول من خلال الشورى، وأيضا مجلس 21 ومجلس 38 كانوا يدعون إلى هذه القضية، فتجسدت المادة السادسة اللي الآن موجودة في الدستور الكويتي بهذا المفهوم أن الأمة مصدر السلطات جميعا. فأكو مادتين من مواد الدستور اللي تجسد تاريخ الكويت كله، المادة الرابعة الحكم في ذرية مبارك الصباح، والمادة السادسة أن الرأي الأول والأخير للشعب الكويتي لأن الأمة مصدر السلطات. فأنا أتصور بأن الدستور الكويتي أيضا حتى في خلال تفسيره التمسك فيه قد يكون هو السور. لا حتى شرحه يشرح لك التاريخ الكويتي كله. نعم. لذلك لما احنا نرسم طلباتنا مثلا بالجامعة أو طالباتنا نبين هذا البعد التاريخي. الدستور الكويتي في 62 ما يعني من فراغ، يي من خلال تاريخ الكويتيين كلهم. وبالتالي أنا أتصور بأن الدستور الكويتي فريد، ليس فريد فقط في كتابته في المنطقة الخليجية والمنطقة العربية، إنما فريد أيضا تاريخيا لأن مواده تجسد التكافل والتعاون والتآزر بين الكويتيين، وتجسد النظام السياسي وطريقة بناء النظام السياسي اللي تمت من مبايعة الصباح الأول إلى اليوم الحالي. اليوم الحالي. حسين يعني أنا ودي أكمل وياك محور الوحدة الوطنية، ولكن ودي أصعد وياك الدرج ونصعد فوق نكمل. يعني بعدين نشوف الحين مثلاً الدرج هذا عبارة عن حرس المراقبة، لما يروحون يركبون فوق. هذا مو مسموح إلا دخول إلا الحرس فقط. حرس المراقبة. وتلاحظ بأن السور قد يقال مثلا الشباب الجديد يقول هذا السور صغير، مو مسافته كبيرة كارتفاع، بس طبعا أكبر من الإنسان 3-4 مرات. فبالتالي أول الهجوم بالحصن والمشات، فبالتالي هذا السور يعتبر بالفعل يعني حاضن ومحافظ للكويت، يعني حافظ على الكويت من أي غزو خارجي. لما نصعد فوق طبعا تقدر تشاهد الكويت من الخارج كلها.
حسين احنا الحين صعدنا معاك فوق السور. اي نعم. قلت لنا مدلولات الدري واحنا الحين موجودين فوق السور. انا ودي ارجع مره ثانيه هذا بس قبلها ابو عزيز شوف الحين طالع شوف الفيو المنظر كله. نعم. يعني اي مراقب يوقف يستطيع الحرس اللي كان أيوه حرس المراقبه. نعم. يستطيع ان يستشهد كل المنطقه. نعم. فلا سمح الله اي اعتداء حتى من مسافه بعيده يمكن 6 7 10 كيلو يستطيع ان يرصد من قادم. نعم. فيعطيهم خبر تحت اللي تحت اللي موجودين. طيب يعني احنا فتحنا قبل شوي موضوع الوحده الوطنيه وبما ان احنا في يعني احنا فوق السور الان احنا واقفين. نعم. فهذا السور اللي يعتبر هو رمز لموضوع الوحده الوطنيه اللي كانت في السابق اليوم. نعم. انا هني ودي استحضر كلام لحضره صاحب السمو فيما يخص موضوع الوحده الوطنيه. نعم. ذكر في احدى خطاباته انني لن اقبل لاي كان وتحت اي ذريعه ان تمس الوحده الوطنيه في اي من مكامنها الامنيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، او ان تخدش وحده الصف لابناء هذا الوطن باثاره النعرات الطائفيه والعصبيه والقبليه. الان قاعدين نسمع بالفتره الاخيره بروز بعض الاصوات النشاز اللي قاعده تثير بعض النعرات الطائفيه والقبليه. شنو ممكن احنا نقول يعني خصوصا احنا في هذه المناسبه؟ اي نعم استاذ عمار، هذا اللي حزب النفس وخاصه بالنسبه للجيل اللي عاش التضامن والوحده الوطنيه. يعني احنا شوف على السور، هذا السور اللي بناه كل الكويتيين، اشتركت فيه ايادي ابائنا واجدادنا، هذا السور اللي منع اي اعتداء على الكويت، وبالتالي بنت الكويت من خلال هذا التضامن والوحده الوطنيه. اليوم لما 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 طلعنا خارج السور، لما كبر الشعب الكويتي وزاد عدده وزاد تلاحماته وصارت مؤسسات الدستورية والنظام السياسي الآن له علاقات سياسية خارجية مع العالم كله، هني صاحب السمو أو حتى كبار الكبار بالسن يذكرون الكويتيين يا جماعة يا أبناء بما كان في السابق شلون الكويت انبنت. إيه وخلونا نستمر في بناء الكويت من خلال هذا المنطلق، لأن لا سمح الله الكويت ترى ما عليها خطر من الخارج. من يصير لا سمح الله خطر من الخارج، المواطنين دائما وقت المحن يتعاونون يتأزرون، صار في كل فترات التاريخ الكويتي تستشعر وجود الخطر الآن؟ لا، الخطر هي من الداخل. يعني دائما يقال حتى في الأمثال العربية أن البيوت تهدم من داخلها مو من خارجها، من الخارج لما يصير اعتداء كل أهل البيت الواحد يتساندون. اليوم عندنا خطر داخلي، يعني احنا نتمنى ألا يكون، بس أكو معالم. يعني لما أختلف معك تختلف معاي، ويوصل هذا الاختلاف لدرجة لا سمح الله التنابز بالألقاب، أو لدرجة بأن الواحد يعير الثاني بأصوله، يعير الثاني بمذاهبه، يعير بالدينه، هذا مو عادة الكويتيين. عادة الكويتيين لما كانوا الكويتيين على السفينة الواحدة كان السني والشيعي والحضري والبدوي مع بعضهم وقت الصلاة، كل من يصلي إلى ربه كما يشاء. إحنا الآن كبرت الكويت، كبرت السفينة، فالمفروض أن الجيل الحالي حتى مع الحرية اللي أعطيت لهم، حتى مع الديمقراطية من خلال مجلس الأمة اللي أعطي لهم، نبي نجسد ونتذكر الماضي. فبالتالي أنا أتصور بأن اللي ندعو لجميع الجيل الحالي عدم الخلاف، الاختلافات الرأي لا تفسد للود قضية. خلنا نختلف، خلنا نتعايا، بس عندنا إحنا عندنا إطار دستوري اللي هو قرارات أيوه السور اللي هو أصبح الآن الدستور، من خلال مجلس الأمة يستطيع ممثلي الشعب أنهم يختلفوا.